الحوار اليوم يعتبر السلاح السلمي الذي يجذب العديد من الجهات، فهو غاية لتوصيل المعلومة والأفكار بصورة مفيدة لا تلزم الصراع. هذا المؤتمر المهم لنشر ثقافة الحوار والتسامح بين أبنائنا الشباب وتزويدهم بالعلوم والمنهجيات التي تدعم وتعزز دورهم كرجال المستقبل وحاملين مسؤوليات التنمية. متابعة الأحداث وأسباب تدني الحوار بين شباب اليوم في دولة الكويت وطرق معالجة هذه المشكلة إلى المساهمة الفعالة في الارتقاء بمستوى الحوار بغاية تمكين أفراد المجتمع الكويتي من الاندماج فيه. عندما نتحاور من أجل الإنجاز فسنعمل حقا من منطلق نتاج تحاورنا، ومن ثم نجعل هذا التحاور أساس لكل مشروع شبابي وكل فكرة شبابية أكانت ابتكارية أم إبداعية. الوصول إلى جيل متحاور هو غاية المؤتمر، فمن خلاله يتم الارتقاء بأفراد المجتمع وخلق جيل جديد متفتح يقبل الحوار والاختلاف مع الآخرين. نقل ثقافة الحوار لجيل شباب اليوم لتكون أساسا لكل مشروع ومنظومة ثقافية. من المكتبة الوطنية هبة القحطاني، تلفزيون الوطن.